اتجمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل اللي جاي جاي بوجعه ياخد مكانه فرحها ويروح. ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح، حبت ظروفك جمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل فرحها وروح، ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح. ويا عيني على لف السنين بتقدمين وتعلمين عداني، شر الحليم مش من ما فيه، وهعيش لمين لو مش عايش علشاني. كتر الألم بيموت الإحساس، مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية إنه اتعاش وقت ما نسيبناش، أسرار في قلبي لا تتكتم ولا تتحكي ولا يفهموها الناس. بس اللي لازم يتعرف كتر الألم بيموت الإحساس، مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية إنه اتعاش وقت ما نسيبناش. ويا عيني على لف السنين بتقدمين وتعلمين عداني، شر الحليم ندمان. بص يا مريم، الفترة اللي فاتت دي حصلت أخطاء كتيرة أوي مني ومنك ومن كل اللي حوالينا. أنا في موقع حساس وفي 100,000 عين علينا في كل حتة. وما قلتش لنفسك الكلام ده ليه وانت بتفكر في الهانم؟ أرجوكي، ده مش وقت اعتاب، احنا في خندق واحد والمصلحة بتقول اننا نفضل مع بعض رغم كل اللي حصل. في تحديات كتيرة وأعدائنا أكتر، لو اشتغلوا علينا هيقدروا يدمرونا بمنتهى السهولة، لكن لو اتحدنا مش هيقدروا علينا. لو وقعنا هينهشوا لحمنا حتة حتة. وانت عايز نعمل ايه؟ مش عايزك تعملي حاجة، انت عملت اللي عليكي، حققت انتصار هنفضل فخورين بيه العمر كله،
وفي نفس الوقت بذلت مجهود رهيب عشان تعنينا. وان الاوان، ان الاوان عشان ترتاحي. قصدك ايه؟ ابعدي شوية يا مريم، خدي هكذا ارتاحي. انا كمان هفكر اواجههم ازاي، في نفس الوقت ندي لمشاعرنا هكذا. وانا متأكد اننا هنرجع بمنتهى السرعة، وهنرجع اعلى من زمان. انا الحمد لله كويس، وبيطبطبوا عليا عشان خايفين من الشارع. مش مهم يطبطبوا عليك يا دكتور، المهم تخرج من هنا. ما تقلقش، كلها كام يوم وهخرج. ما قدروش يثبتوا عليا اي حاجه، ولا قدروا كمان يدبروا لي اي حاجه. موضوع السجلات والمكالمات ده كله طلع في شنك. انا المحامي طمني فعلا، بس احنا لازم نعرف مين اللي ورا الموضوع ده، ولازم نعرف مين الخاين اللي فينا. هنعرف، ما تقلقش، كل حاجة هنعرفها في الوقت المناسب. المهم طمني، الحاجة أخبارها إيه؟ والشغل أخباره إيه؟ الحاجة تمام، تسلم عليك أوي. الله يسلمها. الحزب أخباره إيه؟ ما تقلقش، الحزب زي الفل، كل حاجة ماشية كأنك موجود بالظبط. أنا معتمد عليك يا سامح، وعارف إنك أنت هتمشي كل حاجة زي ما أكون أنا موجود بالظبط. وخلي بالك، القرارات المهمة خدها بعيد عن الجماعة اللي عقلهم صدى دول. تلاقيهم دلوقتي بيضربوا أخماس في أسداس وليصير، مش عارفين ياخدوا قرار. كل واحد فيهم مبيفكرش غير في حاجة واحدة بس، إزاي ياخد مكاني. أنا عارف إن اللي بيحصل في الشارع من تدبيرك أنت، مش من حد تاني. تلاميذك يا دكتور. كمل يا سامح، وخلي أمال تكمل. تحالف مع أي حد، تحالف مع الشيطان نفسه عشان مصلحة الجماعة. الشيطان نفسه عشان مصلحة الجماعة. اللي تؤمر بيه يا دكتور. طلعت بيه، لو كنت جاي تحقق معايا أرجوك بلاش تضيع وقتك. واضح ان العالم مجهزه الادله ومظبطه كل حاجه. رصاصه في دماغ الخاين، وكل حاجه تخلص. الموضوع مش بالبساطه دي. الهانم قدمت دليل بصوتك، كنت مستهدف في الرئيس. انا قلت لهاشم انه كان كلام فضفضه فعلا، انما قتله مستحيل. طلعت بيه انا ممكن اقتل. ممكن، بدليل انك حاولت تقتل جيهان. الله يخرب بيت غبائكم، يعني ايه اكيد ماتت؟ شفتوها بعينيكم؟ كان لازم تشوفوها بعينيكم يا اغبياء. غور تفتكر هتفرق معاكم إذا كنت أنا اللي حاولت أقتل جيهان ولا لأ؟ طبعاً تفرق. اللي حاول يقتل جيهان عنده سببين، إنه يدفن كل المعلومات اللي عندها، وإنه يعاقبها لأنها لعبت لحسابه وحساب عدوه في نفس الوقت. كمال بيه، أنا لما عملت صفقة معاكوا زمان في المسرح حطيت لكوا قواعد اللعبة.
وأفتكر إن أنا كنت دايماً ملتزم بيها، بس للأسف أنت خرجت برا القواعد دي ولعبت لحسابك. ما كنتش متصور إن مفيش أي حاجة في البلد دي ممكن تتم من ورا ظهري إلا ولازم أكون عارفة. عمري ما كنت ضد البلد، بالعكس أنا كنت بحاول أنقذ البلد من المصير اللي هاشم واخدها لي. مصير البلد دي في إيدي أنا، دي مسؤوليتي يا كمال بيه، أنا اللي أقول مين يعمل إيه وإمتى وإزاي. ومادام خرجتني بره اللعبة يبقى أنت كسرت القواعد دي وأنت اللي اخترت. طلعت بيه، أنت تصدق إني ممكن أقتل هاشم؟ خسائر كتير قوي يا طلعت، أنا مش عارف أنت قاعد وسط كل ده بتعمل إيه؟ بتشتغل لحساب مين؟ أنا بشتغل لحساب البلد. أنا البلد، أنا الرئيس، يعني بتشتغل لحسابي؟ مش لحساب الهانم. كل اللي عملته الهانم مع جيهان كان بطلب مني، بس الهانم كانت مظبطة أمورها في اتجاه تاني عشان تتخلص من كمال اللي كان مضايقها بنفوذه. بمناسبة جيهان، ليه خبيت عني موضوعها؟ أنا قلت لسعادتك إن في حاجات كتير هحكيها لك لما تكمل عندي المعلومات ولما يجي الوقت المناسب. أنهي وقت مناسب؟ لما تكمل المؤامرة وتقتل؟ جيهان لو ظهرت بدري كانت المسألة هتتعقد وكل الأطراف كانت هتاخد حذرها. طلعت، أنت ما جاوبتنيش على سؤالي، ليه خبيت عليا؟ الظروف ما كانتش مناسبة والهانم كانت عارفة. الهانم كانت عارفة؟ يبقى أنت بتشتغل لحساب الهانم، قلت أشتغل مع الكارت الكسبان. الرئيس مرمي في أوضة الإنعاش ورايح في غيبوبة، مش كده برضو؟ مش كده طبعا يا ريس. طلعت، الهانم متعلمنا يا طلعت، يعني عدائي مش بس بره القصر، عدائي كمان بقوا جوه القصر، جوه أوضة نومي يا طلعت، جوه أوضة نومي. أنا مش هقف أتفرج كتير على الحرب الدايرة بينك وبين الرئيس، واضح إنها ابتدت تخرب بره. حرب إيه يا سيادة اللواء؟ أنا مش داخلة حرب مع حد، أنا كل اللي بعمله ده عشان خاطر مصلحته، بس هو للأسف مش واخد باله. بقى بعد كل اللي حصل النهاردة ده جاي بتعاتبني سيادتك وكمان بتهددني؟ أنا مش بهدد سيادتك، وأظن أنت فاهمة كويس أوي أنا بتكلم عن إيه. أنا طلبت منك تتعاوني معايا مش تلعب لحسابك، وياريت تهدي اللعب شوية. أظن بعد اللي حصل النهاردة محتاج الفترة تريح فيها أعصابك. عن إذنك. وجيهان هتعمل فيها إيه؟ هترجع مطرح مكانك. الدور دلوقتي جاي علي إني انصحك. لم الدور يا بهجت، لم الدور. ما تعترضش على أي حاجة بتعملها مريم، لأن واضح إن جيهان فعلاً كانت داخلة في حاجة أكبر منها بكتير. أنت مصدق يا عمر إن كان في بينه وبين بعض اتفاق؟ ما تفرقش صدقني. شوف كل اللي بيحصل حواليك ده، أنت
ممكن تصدق حاجة من اللي بتحصل دي؟ جيهان طلعت ما ماتتش، كمال هو اللي دبر اغتيال هاشم، هاشم طلع في بينه وبين جيهان علاقة الله أعلم هي وصلت لحد فين. صدق يا باكت، صدق وما تزعلش قوي كده على جيهان، هي بالنسبة لنا كانت ميتة، على الأقل دلوقتي أديها عايشة. في يا عمر، أنت ليه بقى قلبك جامد كده؟ إيه يا أخي؟ جيهان دي كانت صاحبتنا في يوم من الأيام. كانت يا باكت، ومريم برضو كانت صاحبتنا في يوم من الأيام، بس هما الاتنين راحوا في مكان ما فيهوش صحوبية. اللعبة دي يا باكت أكبر مننا بكتير بكتير، أكبر من تفكيرنا وأكبر من استيعابنا، مش عايزين نزود الخسائر أرجوك. تعال. والله أنا مش فاهم إجازة إيه في اللي إحنا فيه ده. ما تقلقش، أنا هبقى متابعة كل حاجة بنفسي كأني موجودة بالظبط، بس خلي بالك أنا مش في القصر. طب الواد اللي إحنا ماسكينه ده هنسيبه كده؟ ده يحمق. سيبه. أمال كنا مسكناه ليه؟ أنا متأكدة إن الموضوع أكبر من رامي بكتير. شوفوا هيكلم مين وهيروح فين، وراقبوهم هما كمان. آه، بس الموضوع ده هيكلف كتير، محتاج رجالة بقى وسهرات واتصالات وموبايلات، ده غير الكيف عشان الرجالة تعرف تسد. هبعتلك فلوس. يلا روح اعمل اللي أنا قلتلك عليه. أنت ما قلتليش هتأجزي فين؟ في أوروبا؟ البيت القديم. البيت القديم؟ مش طموحك ده يا مريم؟ ايه خلاص طموحك؟ مش مصدقه ان احنا اتجمعنا في نفس البيت ده تاني احنا التلاته. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حبيبتي. ايه يا رامي ما تنطق، جاتلك اللي بتدلعك اهي. انتوا ما تعرفوش انتوا غاليين عندي قد ايه. الو خرج فعلا؟ طب اوكي انا جاي دلوقتي يا ماما. طب يا سوح الحمد لله على السلامه، انا راجع لكم. انت رايح فين على الصبح؟ ماله اخوك؟ مش عارفه. سيبك منه وسيبك مني انا كمان، انا عايزاكي تنسي دور الام ده خالص اليومين دول وتسيبي لي نفسك، انا هخلي بالي منك. حاضر يا مامي. قولي حاضر تاني. حاضر يا مامي. يعني ايه يعني؟ يعني ايه؟ معرفتش مين الناس دي طيب؟ انا طول الوقت كنت عينيا متغميه، شفتش غير الناس اللي مسكوني في الاول بس، وشكلهم كانوا مخبرين. بس الداخليه قالت انهم ما يعرفوش حاجه عن الموضوع ده. وصدقتهم؟ انا متاكد ان الداخليه ملهاش دعوه بالموضوع ده. الداخلية لو قبضوا على العيال دي كانوا يسيحوا، صح؟ إنما الموضوع متكتم عليه خالص. طب أنت شاكك في إيه يعني؟ مش حاجة معينة، بس مش مرتاح. طب نروح نرتاح وبعدين نبقى نتكلم في الموضوع ده. كويس إننا طمنا عليه. يلا سلام. مش متخيلة اني ممكن ارجع هنا تاني في يوم من الايام، حتى لو كنت في اجازة. اخر مرة كنت قاعدة مع نوجي هنا الله يرحمها، ساعتها بس قررت ان انا اسافر وابدا طريقي. مريم حبيبتي، انت فعلا مشيتي المشوار ووصلتي لغاية اخر وبقيتي سالم. مش بس كده، انت كمان قدرت تحافظي على كرسيكي رغم كل البلاوي اللي قابلتيها. خلاص بقى خدي راحه شويه. لا مش وقت الراحه يا بهجت. البيه فاكر ان هو بعدني عن القصر وخرجني من اللعبه،
ساكن لا. أنا أعتبرها استراحة محارب. أستاذ عمر يا فندم. هلا عماد، خليهم يعلنوا القرار. تعطانا. صباح الخير يا ريس. صباح النور. بعد 5 دقائق قرار تعيين متحدث رسمي جديد هينزل في كل الصحف والقنوات. هو أنا صدر مني أي حاجة غلط يا ريس؟ لا 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 خالص، بس أنت ما أنتش مناسب للمنصب ده. أنت تعينت في ظروف خاصة، أنا ما كنتش موجود، وحالياً أنا بصحح الأوضاع. كان ممكن يوصلك القرار وأنت قاعد في البيت، بس أنا حبيت أبلغك بالخبر بنفسي عشان في كلمتين عاوز أقولهم لك. هنا مش مكانك، مفيش حاجة هنا بتاعتك أو تخصك. أنت فنان، خليك في الإخراج والتمثيل، لهينا عليك أكتر. مالكش دعوة منها، ابعد عنها خالص، سيبها في حالها، ما تقعدش تزغلل عينيها كل شوية. خليك فاكر هي مش بعيدة عن عيني، هي أو أي حد يخصني. خليك فاكر الكلام ده كويس، عشان بعد كده مفيش وقت للكلام. فضل. بس أنا يا ريس كان بعد إذن سيادتك. الفلوس وصلت؟ وصلت وتوزعت وكل هنا بدعيلك. واللي قلت لك عليه؟ كله في التمام يا روح بابا، بس في حاجة حصلت كده. إيه اللي حصل؟ بنت منال مشيت، راحت عند امها. عادي، العيلة دي في دمها التفشان من زمان. بتقولي بقى ما اقدرش اسيب جوزي وابو ابني غير لما اخرجه. وانا بصراحة ما رضيتش اعطر طريقها ولا اغصبها على حاجة، علشان يعني بطنها. اللي بطنها ايه بس؟ اللي بطنها ده لا مننا ولا يلزمنا. خليك في المهم، لو وصلت لحاجة كلمني. يلا مع السلامة. خلاص يا منال اهدي بقى. يا رب تكوني استوعبت الدرس وعرفتي مين اللي باقي لك بعد ابوكي ما تخلى عنك. ملوش لازمه الكلام ده، يعني هي كانت قاعده فين؟ ما كانت قاعده عند جوزها. هو فين جوزها ده؟ ما تخلى عنها راخر. سيفا، انا عايزه اعرف فين جمال؟ عايزه اعرف جوزي عايش ولا ميت؟ هاي سيفا، عايزه اعرف اللي في بطني ده لما يتولد هيلاقيله ابوه ولا لا؟ تليش انا اعرف لك هو فين. عرفت اللي حصل؟ اه طبعا عرفت، عشان كده بعت جبتك. طب وبعدين؟ انا ما بقتش فاهم اي حاجه. عشان بيكمل الحرب، بيبعد كل الناس المحسوبه عليا، ابتدى بالحكومه ودلوقتي انت. هاشم دلوقتي عامل زي اللي واخد خبط على دماغه، مش شايف قدامه، عمال بيلوش.
ايوه خليها هناك اليوم. اوكي انا زيك بالظبط، ما نمتش طول الليل، حتى افتكر ايام ما كنا شباب لسه صغير، شباب طاهر بريء بيحلم بوطن، وطن زي اللي بنشوفه الافلام الاجنبيه، السينمات اللي كنا بنخشها في وسط البلد. حتى افتكر كلامنا عن الاشتراكيه، فوارق الطبقات، حتى افتكر كلامنا عن الاشتراكيه وهو العمال، عن عادتنا بقهوي وسط البلد اللي يمكن لسه موجوده لغايه دلوقتي، ولا يمكن صدى صوتنا لسه جواها، فعلا اتحاد الطلبه والمظاهرات والمعتقل. أنا ساعات كتيرة كنت ببص في عينيك، كنت بشوف نفسي جواها، عمري ما شفت فيهم غدر ولا خيانة. أنا ما خنتكش يا هاشم، الإنسان اللي فتح لك بيته واعتبرك عم أولاده، اللي استأمنك على الإنسان اللي حبها وحبته وقال لك خلي عينك عليها، كنت الإنسان اللي لما حس بالخطر قال أنت الوحيد اللي ممكن يسند عليه، وبعدين بالآخر تقول لي ما خنتش، أمال تسمي اللي عملته ده إيه؟ إنسانة خاينة وتستاهل كل اللي بيحصل لها. أيوة مريم، بس إحنا ما نعرفش إيه اللي حصل بينكم. لازم تثق في اللي أنا قلته لك. هو بجد ما يقصدش كده، أصل في أنا فاهمة قصده كويس قوي. مين أهم بالنسبة لك يا بهجت؟ أنا ولا هي؟ أنت يا مريم. يبقى ما يصحش إنك أنت تشكك في الكلام اللي أنا بقوله لك، وبعدين ما أنت طول عمرك عارف جيهان وعارف طموحها ممكن يوصلها لإيه. دي كانت صاحبة عمري، أنا اللي خدتها وعملتها بني آدمة وشغلتها مع جوزي، في الآخر تضحك عليا وعايز تعلقوا مني؟ أنتوا تحمدوا ربنا إن أنا ما قتلتهاش. أنت بالذات أوعى تتكلم عن الغدر أو الصداقة أو المثل العليا اللي فلقت دماغنا بيها سنين، كل دي مجرد شعارات بتتاجر بيها عشان تكسب من وراها، لكن الحقيقة حاجة تانية خالص. الحقيقة يا هاشم انك ممكن تبيع اي حد عشان مصلحتك، لا تسامح عشان مصلحتك، بعت مراتك وولادك برضو عشان مصلحتك، بعت سمية يا هاشم، سمية اللي بعت طبقتها والفلوس المتلتلة اللي وراها علشان شباب طاهر بريء زي ما انت
عشان حست ان عندهم مبادئ متمردين على اوضاع مقلوبه. وعيالك، عيالك اللي شايفينك اعظم اب في الدنيا، مثل اعلى ليهم في كل حاجه، بعتهم هما كمان. وبعدين تعالوا هنا، انتوا جايين تحاكموني ولا ايه؟ لا طبعا مش كده خالص، احنا مش بنحاكمك يا مريم. الحكايه ما فيها ان احنا عايزين نعرف انت وهاشم بتلعبوا مع بعض الشطرنج، حركه قدام حركه، فيل قدام طبيعه. بصراحه بقى احنا مش عارفين هتضحوا بمين في الحركه اللي جايه. احنا قلقانين بس، وحاسين ان في حاجات هتحصل مش مفهومه. ايه اللي مش مفهوم؟ واحده خاينه وواحد خاين، والاثنين بياخدوا جزاءهم. انتوا بس اللي مش قادرين تفصلوا ما بين اللي بيحصل على المسرح واللي بيحصل في الدنيا. اللي بيحصل في المسرح عندكم تمثيل، اللي بيحصل في الدنيا بجد. الخيانه بجد، والغدر بجد، حتى القتل بجد يا بهجت. انا متاكد انا مش انت. لازم تكون فكرت، خططت، اشتركت مع عدو وتراجعته لحد ده قرر انه ينفذ لوحده. جميع الاحوال النتيجه واحده، انا خسرت اكبر من خسرتك. انت خسرت نفسك، بس انا خسرت اعز اصدقائي، الوحيد اللي كان ممكن أسنده لي. تدخلت وسط حرب دايرة ولسوء حظك وقفت في المكان الغلط، وقفت في النص، واللي بيقف في النص دايما بيخسر ما بيكسبش. بس دي مش غريبة عليك، انت ادمنت دور سنيد البطل، بس عينك كانت دايما على البطل. خسارة، خسارة يا صاحبي. كنتش اتمنى ان نهاية الفيلم تكون كده. بس انت اللي كتبتها بيدك. يلا اربط كرافتتك، ظبط حالك، والبس الجاكيت بتاعك، وخد علبة سجايرك معاك عشان انت هتخرج من هنا موكب رئيس الأسرة. لازم نحافظ على الشكل العام يا بطل. Thank you.
حبت ظروف اتجمعت على شكل واحدة قلبها مجروح حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم اي باب مفتوح كل اللي جاي جاي بوجعه ياخد مكانه فرحها ويروح ومن النهاردة ملقتش بينهم اي باب مفتوح كل اللي جاي جاي وياخد مكانه فرحها في ماضي لازم يتنسي ويتنسي